السلام عليكم، أصبح الخير عليكم متتبعي قناة جزيرة الحسون الكناري. هذا النهار كما تتشوفوا معايا جو زويون، الشميشة الخضورة، الطيور تيغردو، جو فتح لي الشهية باش ندير فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نديكم معايا نشوف واحد المحل تبيع مستلزمات الطيور، تبيع الطيور. يلاهو شدوا الطريق ونوصلوا لعندو إن شاء الله ونشوفوا. المحل ديال تبيع اللوازم ديال الطيور، عندو داخل تبيع الكنار، عندو الحزال، عندو بزاف الأنواع، بيروكي، عندو دابا ندخلو نشوفو، يلاه معايا، هانتوما، يلاه تشوفو، هادو تيصيدو بيهم اللي تبدو تيريكلاميو، باش يعرفو الآخرين بزاف تيصيدو بيهم، سي هذا باين معايا. تيديرو جميع الأنواع ديال الطيور أغلبية، باش هو بايع بايع الكرم خلصها مخلصها. هادو الدجاج، هو تيبيعهم بالوحدة بالحبة ماشي بالكيلو. غادي ندخلو دابا، ما تيتبازا الأغلبية على الماكلة ديال الكلاب. الناس هنايا تيسرقوها بزاف. شوية ديال الماكلة بالضبط هي. فرصة لا بد. انا ديال فرصة فرصة عندهم غاليين ماشي بحالنا حنا في البلاد، ولكن كما تيقولوا ماس كاليدات. هذه الماكلة ديال الهامستر، قنيات اللي تتربى بالرميين. شوف هما دوك فرصة ديال الميسترو ديال المقلين، تيديرو عندهم 6 دولار و 7 دولار. هادو الشرابيات، شوف هادي الحلوة ديال الكنار ديال القنين ديال البيروكي البيروش. هادو تيبيعوهم 2 أورو الباكية، فيهم جوج اللي فيهم 3، تيبيعوهم 3 أورو، خلى الأورو الوحدة. هادو العشوشة، هادي ديال التعشاش باش تعشو. هادي عندنا خضرة، هادي فيها 50 غرام، مزيان. الماكلة أنا بديت نستعمل هاد الماكلة هادي حسن، أنا الأخرى تتكون معرية تتبع غبرة وتتبدا تتسوس قديمة، هادي على الأقل لا تيكون فيها التاريخ فوقاش تتخسر. انا راه خرجت لي على شحال من طير، تدير لها هذيك تشري الماكلة محلولة وفي التالي تتحطو تتكون تسوست بدات تطلق بحال العنكبوت. الشرابات هما الحبوب Thank you.
شرابات. كالسيوم تعدم بالسيوكية هذه بالسيوكية دولار ناب فوسط الهامستر دي التوش هذه الفاستة بكرية يعطيو هذا فرق باش يكونو صغارين مازال تيعاونو بيهم باش تسخلطها مع الماء وتديرها لهم في الشوكة. إوا هذه الماكلة الغالية ديال بيروكي كلشي عندهم موجود كلشي تدخلتي عندو تلقاه. دابا غادي نخلو البلاصة ديال طيور كورا تيبيع عشرين ونتساوي 20 اورو يعني ولا 200 درهم مغربية عربية عندهم 2 راو تيبيعو ديال الصبريون ما تيبيعوش ديال الزياخر هادو الفيران هادو هي المشكلة فيه والقراءة فيه وحدة الحيوانات فينا وحدة هادا بيبي هم 20 هو السمان جيبو هيا كل شوية هادو نتيبوت نتيبوت العاديين عندو طيور على الزيت ولكن الكناري كما لاحظو معايا اللي طرحنا الأول ثروة عارفين باش نساويو نسافر بداو تيبغو يبغو تيحسبو البيضة بلاصة الماكلة دابا تكون هاد متولي واجدة تقلب عليها فوسط بجوج ربعة ستة ثمانية عشرة حتى 30 دقيقة باش تبدا هاهو مرحبا separar o chão aqui. الجهة ديال الأكواريوم ديال الحوت هادو فلترويات هما كانو تنورو هنا هادو ديال ديكوراسيون أكواريوم صغيرة 58 أورو برمنا شوية 76 68 برودكتوس اللي تيكونو هنا هاهما هاهما الحوت صراحة شي حاجة سبحان الخالق أنا هذا تيعجبوني بقا ما عنديش إمكانيات باش نديرو حيت خسر الكازا بزاف ولا هنايا تينزلو شوية السفينة ولا ويدو أنا
Es un bocado, más que un bocado. La vía es... هذه كما تشوفون معنا بلاصه ديال الدويات، لا يوقف شي واحد على هاد الادويه هادو، ولكن لابد منه، شر لابد منه. يقفوا طاول ثلاث طيور، ها هو اغلبية عندو تيبرنيل. في نهاية الفيديو تنتمنى يكون عجبكم وتابعتيه باهتمام، وما تنساوش تسجلوا في قناتكم جزيرة الحسون والكناري وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. السلام عليكم.